العام الماضي ومن هذه المنصة ناقلت إليكم بشاير عودة الشرعية إلى اليمن. للمرة الثانية خلال عامين يزور هادي نيويورك ويلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يطرح فيها المشكلة اليمنية التي باتت ضيفا دائما في اجتماعات الأمم المتحدة ومجلس الأمن منذ أكثر من عامين. يتحرك هادي ويلتقي بالسفراء والمسؤولين الدوليين كرئيس وممثل للشرعية اليمنية، وبإمكانه التنقل والسفر إلى مختلف عواصم العالم، بينما لا يزال محظورا عليه العودة إلى عاصمته المؤقتة منذ أكثر من عام من قبل القوات الإماراتية الممسكة بزمام الأمور في عدن والمحافظات الجنوبية. زيارة هادي المخصصة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في دورتها 72 فرصة جديدة للحديث عن المأساة اليمنية التي لم تعد خافية على أحد في العالم، وإن لم تحظى بالتعاطف المطلوب ولا حتى بالاهتمام اللائق بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم كما تصنفها الأمم المتحدة ذاتها. مصادر رئاسية أكدت أن هادي سيلتقي بمسؤولين أمريكيين وأمميين لمناقشة الأوضاع التي تمر بها البلاد وتعطل كافة مسارات الحل السياسي والبحث عن منافذ جديدة للحل الصعب. لذا توقف هادي في القاعات المغلقة للأمم المتحدة، وهذا ما يتضح من خلال الوفد المرافق له الذي ضم وزيري الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي بالإضافة لمحافظ البنك المركزي، حيث من المقرر أن يلتقي بمسؤولين في البنك الدولي بحثا عن دعم للبنك المركزي وإعادة تفعيل التعاملات المالية مع البنك في عدن بعد نقله. تبقى الأسئلة الهامة حول مستقبل علاقة هادي بالتحالف وأركانه، خصوصا مع تدهور العلاقة بين الرئاسة وبين الإمارات ومحاولة الحد من صلاحياته عبر تشكيل اللجان المشتركة مهمتها فلترة قرارات هادي والاستمرار في وضعه تحت الوصاية ومحدودية التحركات واستمرار الموقف الرافض لعودته لليمن، وهو الأمر الذي لا يمكن فهمه أو إيجاد مبررات مقنعة حول أسبابه.